نبص انا وانتي كده ونقرب شويه مع الساده المشاهدين المشهد شايفه ازاي. انا هنا كنت بتكلم قبل ما يعني حضرتك تنضمي الينا في الاستوديو على هذا المناخ السياسي الديمقراطي، وانا وصفته بانه مناخ سياسي ديمقراطي صحي كمان ايضا. بالضبط، هو مناخ سياسي ديمقراطي صحي فعلا، ويعني دليل على كده انه حضرتك لسه بتقولي جوله الاعاده بتشهد وجود مرشحين كتير، يعني ده برضو مشهد جديد علينا. ده دليل على انه في منافسه شريفه بين النواب، وفي العمليه الانتخابيه بتدار بشكل نزيه وبشكل فيه شفافيه. وطبعا يعني كان مشهد جديد علينا، يعني هو ده حصل مع الساعات الاولى من فتح ابواب الانتخابات. احنا يعني شايفينه دلوقتي انه في اصطفاف امام اللجان، وفي تواجد للشباب وتواجد لكبار السن وتواجد للمراه. واضح انه في وعي سياسي، وحتى في الجوله الثانيه في جوله الاعاده، حتى مع ان هي جوله الاعاده وان هم اوريدي بالفعل نزلوا وادلوا باصواتهم، هم برضو مصرين على ان هم ينزلوا ويوصلوا صوتهم ويختاروا المرشح اللي هيمثلهم في البرلمان. وده طبعا بيعكس وعي كبير جدا من الشعب، ووعي من المواطن، وثقه كبيره جدا منه في اجهزه الدوله وفي الهيئه الوطنيه في العمليه الانتخابيه كلها. طيب لو احنا بصينا برضو وقربنا وشفنا تقييم لهذا المشهد ما بين عدد المقاعد اللي كانت غير محسومه في جوله الاعاده في المرحله الاولى، احنا كنا بنتكلم على 132 مقعد، بنتكلم على 100 مقعد في هذه الجوله. هذا العدد من المقاعد المتبقيه زي ما يعني احنا اتفقنا في الراي ان احنا بنشوف جولات اعاده ربما على تاريخ او على مدار تاريخ الحياه النيابيه في مصر، وكنت بقول حتى انه ده تاريخ طويل وعريق من الحياه النيابيه في مصر، لم تشهد جولات الاعاده هذا النوع خلينا نقول من المنافسه القويه، وبنتكلم على مقاعد فرديه بيتنافس عليها مرشحين هم ربما تكون المره الاولى اللي بيكونوا فيها مرشحين في مجلس النواب. هو ربما يكون ده يعني ليه عاملين، عدة عوامل. عامل منهم انه في انتخابات نواب 2020 احنا بنشهد طبعا ارتفاع عدد المرشحين بنسبة كبيرة، يعني اللجنة الوطنية للانتخابات هي استقبلت الهيئة الوطنية للانتخابات استقبلت اولاء 4006 مرشح يعني راغبين في ترشيح انفسهم على دوائر مختلفه. كان من ضمنهم 568 مرشح على نظام القوائم. فيعني شايفين ارتفاع في عدد المرشحين، ده بيعكس طبعا هو مرشح قبل ما يكون مرشح هو اصلا مواطن، هو بيعكس وعي من المواطن وثقه في اجهزه الدوله، وهو متاكد ان هو هيحصل على حقه في المشاركه السياسيه بشكل سليم. وده في ظل التعديلات الدستوريه الاخيره في 2019 وفي قانون 140 لسنه 2020، ده اللي بيضمن تمثيل كافه فئات الشعب بشكل متناسب في البرلمان. فاعتقد انه في جوله الاعاده انه في عدد مرشحين كتير، ده هو العاملين. اول عامل انه الانتخابات فعلا بتجرى بشكل فيه شفافيه وفي نزاهه، وانه الهيئه الوطنيه للانتخابات حريصه جدا 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 على انه العمليه الانتخابيه تسير حتى اخر لحظه فيها، وحتى واحنا على ابواب المحطه الاخيره من اللي هي خلاص هنقفل بعد كده هنكون عارفين مين اللي هم نواب مصر 2020. حتى واحنا على ابواب المحطه الاخيره وحتى في اللحظات الاخيره لازم كل شيء يتم وفقا للقانون ويتم بنزاهه شديده جدا، وكل مواطن يحصل على حقه في المشاركه في الحياه السياسيه، وكل مرشح يكون حصل على حقه حتى النهايه. طيب المرحله الاولى او جوله الاعاده في المرحله الاولى خلينا نقول خرجت بره حدود المالوف، يعني كل الامور اللي هي مثلا كانت راسخه او الموروثات المتعلقه بالانتخابات اعتقد انها احنا ما شفناهاش في هذه الانتخابات على وجه التحديد. يعني الجزء اللي كان متعلق اللي كنا بنتكلم عنه المتعلق بالعصبيه القبليه او التجمع العائلي، رغم ان احنا كان عندنا حشد وذخم ومنافسه كبيره، الا ان ده احنا ما شفناهوش حاضر بقوه. الموروث الاخر اللي كان متعلق، وكنت لسه حتى بتكلم في الكلام ده، انه اللي فاز قبل كده هو اللي هيبقى موجود تاني. شفنا عدد يعني عدد من المرشحين اللي هم كانوا اعضاء بالفعل في مجلس النواب الحالي ولم يحالفهم الحظ في هذه الانتخابات. الجزء الآخر وهو الحضور القوي من المرشحين المستقلين، وخصوصا فيما يتمثل بفئة الشباب اللي هو بيدخل ينافس لأول مرة
في هذه العمليه الانتخابيه. ما هو مجلس نواب 2020 هيكون مميز ومختلف عشان كده ان هو حطم الموروثات القديمه. يعني في ناس بتعتقد انه ما دام هو فاز في البرلمان مره فده بيعطي انطباع للناس في الشارع انه هو هيفوز كل مره. لا، هو ده يعني مجلس انتخابي في المقام الاول، والموضوع مش مضمون تماما. هي مش وظيفه الانسان بيتم تعيينه فيها، لا بالعكس، هو كل سنه كل مرحله برلمانيه جديده بيكون معاها نواب جداد، ومجلس نواب 2020 هيشهد عدد كبير جدا من الوجوه الجديده، سواء من الشباب او من كبار السن. احنا شفنا ده في القوائم كمان. بالظبط بالظبط. او من النساء. وبالمناسبه يعني مجلس نواب 2020 اعتقد ان هو هيكون مميز كمان، لانه هو المجلس الاول اللي هيكون موجود فيه تمثيل لزوجات الشهداء، ودي فئه جديده برضو بتدخل في القوائم. نعم. بتدخل في نظام القوائم. بتعبر عن نفسها في الحياه البرلمانيه، دي حاجه جديده برضو. فهو لا، مجلس هو متنوع، هيكون فيه كل العناصر موجوده بتمثيل مناسب، تمثيل متكافئ وعادل جدا جدا.